سيد الفقار، اعطيني الالغام، شنو الالغام اللي موجوده داخل هذا القانون وتوجسكم من عندها؟ هو مو بس مساله التوجس، هي مسائل مثل ما تفضل استاذ انه اكو اخطاء واضحه جدا، يعني مثلا بدايه انه دمج الموضوع ان هذا خطا دستوري باعتبار انه مواد قانونيه منفصله، هذا واحد. اثنين، انت الاصرار على ان تكون النسب عامل القسمه الاول اللي هو من 1.7 الى 1.9 يناقشون النقطتين، وهذا رقم جدا مبالغ به، اسف جدا يعني مبالغ به لسبب بسيط كله. شو رايك نسويه 1.4؟ 1.3 مناسب جدا انا اشوفه. 4 مناسب. 4.3 مناسب. 9 ما راح يخلي راح ابدا راح يسوي عمليه العراق 10 راح كمس يسوي العمليه 10 الاحزاب. خلي اعطيك ملاحظه. شوف قانون الانتخابات هو اصلا قانون رياضيات، المعادله سانتياغو هي معادله رياضيه. صح. احاتيك مهندس شغلت رياضيات. صدقني كل ما يرفعون النسبه مثل ما هم يتخيلون انه الفوز يصير محقق مقابله ممكن تكون الضربه القاضيه اللي تمسحهم من على الوجود. يصير سلاح ذو حدين، ممكن اما تخسر بي اما تفوز، يا اما تفوز بفوز كاسح يا اما تخسر بخساره قاضيه. هذا الشيء هم ما يحسبوه، هم دا يحسبون تدري وين دا يعولون بالنقطه الرئيسيه وين؟ دا يعولون على عدم المشاركه. يقول لك انا كل ما ارفع صحيح. عامل القسمه وانا بس هذا 80 اللي شاركوا اذا ما شاركوا يشاركون راح يكسح. تدري هسه نحكي رياضيات ليه؟ كن على ثقه، هسه هم مو دا يرفعوا النسبه؟ كل ما يرفع النسبة، أنت مو دا نحكي نقول عندنا 80% مدى يشاركون، إذا شارك بالضبط من 80% 5% راح يكسحوا، نص مقاعدهم تطير. صح. نصها بالعدد. صح. تختفي. ليش هو ما حتى لو بالسانتياغو واحد حتى بالسانتياغو ليش هو الترشيح الفردي سوى لهم مصيبة؟ مو دا أقول له لا لا لا، على القوائم وعلى سانتياغو وعلى 1.9 هم ماتين على 1.9. كن على ثقة، الجماعة دا يلعبون شايف لعبة قمار، لو رابح لو خاسر هي ترى هاي اللي بديهم، ما عندهم غير شيء دا يلعبوه. النتيجه وين؟ انا ارفع النسبه مقابله عندي شارع انا مقنعة انه الانتخابات ما لها جدوه، ليش تروح الانتخابات؟ اقعد بيتكم ترى احنا حنفوز احنا حنزور. إيه عندهم جمهور، هم جمهورهم يروح ينتخبون، عندنا جمهور حي قدوته. هي تكون على ثقه جمهورهم حي قدوته، هذا الجمهور حي قدوته راح نشارك به، وهاي الكتله البشريه الضخمه راح نقعدها بالبيت، فبالتالي احنا راح نفوز. لكن هاي الكتله البشريه اذا في لحظه من الزمن في غفله من الزمن تحرك 2 الى 3% من عندها لا راح ينفع جمهوره ولا قانونه، خيرهم مقعدين ما يطلع الكبير مالتهم الثقيل. بس خلي في بالك ترى المفوضيه بيدهم. صحيح. هذا كارثه. والتزوير بيدهم وياك والحكومه بيدهم كل هذا اجي وياك. بس لا تنساها يعني حتى التزوير دكتور حتى يعني لا تروحون زايد. لا مو روح زايد. شوف بالامان والاحلام. لا خلي افيدك بارقام. سووا قانون يعرقلهم على الاقل يضمن صعود الناس. سيد النائب كلام منطقي قال لك عمي ننزل لل 1.4 1.3، هذا منطق مقبول يعني، هذا تقدر تشارك به وتقدر تكون حصص متساويه، مو خلينا نقول عليها الفرص متساويه للجميع، فرصة متساوية لسيد النائب وإلي بنفس الوقت، هو يقدر يشتغل على جمهوره وأنا أقدر أشتغل على جمهوري. لكن أنت من ترفع النسبة بهالطريقة وإمكانياته تختلف عن إمكانياتي، أنت هنا أنا تعارضني بالإمكانيات، ترى هاي المشكلة هنا. أنا أنت اليوم اللي داي نفسك ترى ما داي نفسك بقاعدة جماهيرية، لا تتخيل هذا الموضوع. ترى هاي كذبة الأحزاب الكبيرة ما موجودة، الله وكيلك، هاي كذبة وسوقوها والإعلام عيد بها. يعني شلون نبقى بدون مجالس محافظات؟ لا مو لا، هو عندك خيارين، لو نبقى بدون مجالس محافظات وتخلي المحافظين براحتهم، رئيس وزراء قال لك أنا راح من ضمن منهاج الوزاري قال لك أنا خلال عام أسوي لك انتخابات. جيد جدا. مجالس محافظات نقطة مهمة أنا راح أذكرك بها وين؟ بالمنهاج الوزاري، بالنقطة ثانيا، بالفقرة ثالثا هذا الكلام موجود. صحيح؟ إيه. إيش قال؟ قال انتخابات مبكرة، ما قال انتخابات مجالس محافظات. ارجع عليه واقرا زين. ايه هسه اجاوبك بهذا الموضوع. قال انتخابات مبكره ما جاب حتى من من منهاج الوزاري. زين ايه؟ اذا منهاج الوزاري يقول لك خلال سنه، ليش يضيف ماده 9 بالتعديل يقول في حال تاجيل الانتخابات المجالس المحافظات الغير منتظمه في الاقليم تستمر مجالس المحافظات في اداره شؤونها لحين انتخاب مجلس جديد؟ ليش جابوا هذه الماده؟ هاي هم لغوا ماي مو ايه؟ زين اذا يشرعوا شلون يعني هسه هذه الماده شنو موقعها بالاعراب؟ لا مو هي انا هذا الماده يعني قصده ايه؟ بعد الانتخاب المجالس محافظات لا زين. انا اقول لك هذا الغايه منها ايه؟ اذا ما صار اتفاق سياسي على هذا القانون يرجعون نفس المجالس المحافظات القديمه فيها قرار محكمه ايه؟ اتحاديه ايه؟ ادري بس ايه؟ بس اذا تشرع هاي القانون وفقا لهاي القانون اذا تاجل راح يرجعون يعني احنا مجبرين على الانتخابات ايه؟